صناعة السلع فن يتوارثه الأجيال ومصدر لكسب المال، حرفة قديمة رائعة تتميز بها مملكة الغالية البحرين، ولا تزال هذه الحرفة تمارس في مناطق عديدة منها قرى كرباباد والجسرة والبدية. يستخدم صانعو السلال سعف النخيل لصناعة العديد من الأغراض المنزلية التي تستخدم في البيوت البحرينية، ومنها الجراب، ومن أشهر استخداماته أن يستخدمه البحار لحفظ السمك كما يستخدم لحفظ التمر. السلة، وتستخدم السلة بهذا الحجم للقرقاعون فتكون بمثابة كيس للقرقاعون. أما بالنسبة للسلة الصغيرة فتستخدم هذه السلة بأن يتم وضع النقود فيها التي يتم توزيعها في القرقاعون. القفة، تستخدم القفة لوضع بعض الأطعمة فيها بما في ذلك هذه الأصغر حجما. المنسف، يستخدم المنسف لتنقية الأرز وعندما يتم تغييره قليلا ووضع حبال وتعليقه يتغير المسمى إلى ملالة، وتستخدم الملالة لحفظ بعض الأطعمة مثل الأرز والتمر. الزبيل، يستخدم الزبيل لغسل الأرز. وهذه المهفة فهي عبارة عن مروحة يدوية. السفرة، تستخدم السفرة بهذا الحجم وبالأحجام المقاربة لوضع وعاء المطبخ شديد الحرارة عليها، وهذه أيضا لمثل الغرض ولكن بشكل وحجم مختلف. أما السفرة هذه الأكبر حجما والسفر المماثلة لهذا الحجم والأكبر تستخدم لوضع مائدة الطعام عليها. النهاية، تحياتي.